السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه شوف تي في، حنا كنتوصل الان بالمقر المركز الصحي الحضري. هذا المقر هو اللي غتحط فيه التلقيح. كيف تشوفوا هنا السيد المندوب والناس ديال الامن اللي واقفين على قدم وساق بس العمليه تدوز في احسن وجه. نتمنى ان شاء الله الامور تدوز كلها بخير. كيف كتشوفوا معنا متابعي قناه شوف تي في، تعزيزات امنيه قويه يعني اللي كتواجدنا بمدينه المحمديه في استقبال الدفعة الأولى من لقاح كورونا. ثم معنا مصدر قناة شوف تي في هنا مباشرة، كتشوفوا معنا هنا تعزيزات أمنية قوية بحضور سيد المندوب. كل الأجهزة معبأة هنا بحضور سيد المندوب ديال وزارة الصحة بعملية المحمدية. كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في، سيمونيا هنا راه كاين تعزيز امني هنا غادي يجيبوا المقر غيجيبوا فيه التلقيح. كيف كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في، هنا كل جميع الاطر معبأة، الناس ديال وزارة الصحة على رأسهم السيد المندوب، الناس ديال القوات المساعدة والناس ديال الأمن. واحد المجهود كبير اللي كيقوموا به هنا باش الأمور تدوز في أحسن وجه إن شاء الله بإذن الله. كيف كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في هنا في انتظار وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا. كيف كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في هنا الكل معبأ، كل معبأ من الناس القوات المساعدة، مندوبية وزارة الصحة بالمحمدية، أعوان السلطة، الأمن الوطني، كل شيء هنا معبأ لاستقبال الدفعة الأولى من فيروس كورونا. هذا التلقيح إن شاء الله للأمور كمسحوق جميع المغاربة بس يتجندوا نقوموا بهذا التلقيح بس الأمور تدوز كله على ما يرام. كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في هنا تعزيزات أمنية قوية، الناس متواجدين هنا تعزيزات أمنية قوية في استقبال الدفعة الأولى من لقاح كورونا. حنا اللي كنتوزعوا الآن بالمقر، هذا المقر هو اللي غيستقبل الدفعة الأولى ديال كورونا. كيف كتشوفوا معايا متابعي قناة شوف تي في، حنا كنتوزعوا الآن هنا الكل معبأ من رجال الأمن، مندوبية وزارة الصحة على رأس السيد المندوب، منطقة الأمن بالمحمدية، هنا السيد الباشا وأعوان السلطة والقوات المساعدة وجنود الخفاء الأطباء والممرضون. هنا كل معبأ لاستقبال الدفعة الأولى. كتشوفوا معنا متابعي قناة شوف تي في، هاي كتوزعوا الآن تحية للجنود. Thank you.
لا ترتيبات أمنية قوية. كتشوفوا معنا الكل مهذب. كتشوفوا معايا متابعي قناة شو تي في، هنا الكل معبأ، الكل معبأ هنا من الناس اللي رجال الأمن القوات المساعدة وزارة الصحة على رأس السيد المندوب ديال وزارة الصحة لعملة المحمدية باش الأمور تدوز في أحسن ما يرام. كتشوفوا معنا متابعي قناة شو تي في إن شاء الله في انتظار وصول الدفعة الأولى من زرعة القيح. كله معبأ بإذن الله إن شاء الله تدوز الأمور على أحسن ما يرام. كتشوفوا معنا متابعينا شو تي في هنا في انتظار الدفعة الأولى من لقاح كورونا. نتمنى ان شاء الله الامور تدوز على احسن ما يرام، لان هذا المجهود الكبير اللي كيقوموا به الناس ديال الامن والناس ديال القوات المساعده ووزاره الصحه، مجهود كبير اللي كيقوموا به. كتشوفوا معنا شكرا لكم على سو تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله بعد قليل.